تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالتين خطيتين من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. تتضمن دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر القمة العربية 29 والتي ستعقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والرسالة الثانية تتضمن دعوة جلالتي لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية للتمرين المشترك درع الخليج المشترك 1 والذي سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجاري وتشارك فيه قوة دفاع البحرين. سلم الرسالتين إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير هذا اليوم. أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، متمنيا للقمة العربية كل التوفيق والسداد لتعزيز العمل العربي المشترك، ومشيدا بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم التضامن العربي والإسلامي لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية والإسلامية. أكد جلالته خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في كافة المجالات. كما أعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة المتضمنة حضور العرض الختامي للتمرين المشترك، معربا جلالته عن اعتزازه بمشاركة قوة دفاع البحرين في هذا التمرين العسكري المشترك الذي يأتي انطلاقا من إيمان وقناعة مملكة البحرين بأن التعاون العسكري المستمر هو السبيل لمواجهة القضايا والتحديات الراهنة. كما ثمن العاهل المفدى الدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفي الدفاع عن قضايا ومصالح الأمتين العربية والإسلامية ومساعيها الخيرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.